الجميلة، 10 أشواط صباح هذا اليوم مع الابكار المهجنات الاصائل الثنايا تعلن فيها الانطلاقة وتعطى اشارة البدي لخوض 8 كيلومترات ومسارها ومراكزها وتبادل المسار فيها طيلة هذه الفترة حتى وصول خط النهاية وناموس والفوز. نسير ونبحث عن من قادة مسار هذا الشوط بعد الانطلاقة وسيطرت على مقدمة الشوط. هذه الشايبة، هذه الشايبة و الشايبة وعويضة بن سهيل بن حمد العامري الذي تقدمت على المشاركات وقادت المنطلقات بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت فيه الجذابة في المركز الثاني وبخيت بن علي بالخصواني المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مفاوضة تعود ملكيتها لأحمد بالخزع بالهركي العامري انطلقت على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك وصلت زعفرانة محمد بن علي بن مسعود العيسائي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أشوف التواصل والانطلاق من قبل مملكة لأحمد بن محمد بالكيلة العامري على المركز الخامس، بينما المركز السادس تقدمت فيه في هذه اللحظات ميلاد وصلت لمحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي وتقدم بن طحنون هناك من الجانب الآخر مع حلوة فهد بن طحنون الهاجري، بينما المركز الثامن قدوم من قبل مقصصة لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي، والمركز التاسع هذه وصلت العبية تقدمت لحمد بن محمد بن حمرور العامري، والمركز العاشر أشوف العاشرة من الجانب الآخر اللي تقدمت فيه لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي اللي هي الأفعى أو هناك الأفعية الأفعية. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى في هذا المسار وفي أول النداء للثنايا الأبكار المهجنات في عاشر أشواطنا وترتيب أشواط هذا الصباح الجميل في ميدان المروة. نتواصل وتتواصل الانطلاقات ونعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى عبر شاشة دبي ريسنج وعبر هذا الانطلاق وهذه السباقات ما قبل ختام المرموم المنتظر الذي على الأبواب، وهذا آخر تمهيديات هذه الانطلاقة وهذا الموسم في هذا الاندفاع في تحفة الميادين دانت الدنيا دبي وميدان المرموم تحفة الميادين الميدان الذكي. نعود إلى المركز الأول ونتقدم إلى الشايبة وعويض بن سهيل بن حمد العامري مسيطرة من البداية ومصرة على البقاء وعلى ير الشوط وانطلاقة هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني قدوم من قبل الجذابة بخيت بن علي بالخصواني المنصوري مركز في هذا المسار في هذا الاندفاع على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم في مفاوضة وتأتي بمفاوضة هذا الشوط على الناموس، ولكن العيسائي من الجانب الآخر يقدم زعفران محمد بن علي بن مسعود العيسائي في هذا الاندفاع ومفاوضة في المركز الرابع لأحمد بالخزع بالهركي العامري. الأربع المراكز شوف هذا الاندفاع وهذا الانطلاق مع الأربع الذي انطلقت والذي اندفعت في مسار هذا الشوط وتحدياته. المركز الخامس مملكة لأحمد بن محمد بالكيلة العام على خامس المراكز، بينما المركز السادس وصلت في مقصصة لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان، والمركز السابع وصل بن طحنون مع حلوة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، والمركز الثامن قدوم في هذه اللحظات من قبل الأفعية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز العاشر أو التاسع هذه اللي وصلت العبية لحمد بن محمد بن حمرور العامري، والمركز العاشر قدوم من قبل فن لهلال بن حربي بن هلال الخيلي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين
الكرام للمرة الثانية على التوالي، على التوالي في مسار الثنايا، في انطلاقة الثنايا وتحدياتها في هذا الصباح وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، 8 كيلومترات، 8 كيلومترات، وهذه المسافة الطويلة التي ترقص فيها الكبار. ودائما نقول يا مجمل الرقص مع الكبار، مع الكبار. يا سلام، نعود إلى المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بعد إكمال ندانا الثاني إلى العشرة المراكز الأولى، ولا زالت النتائج كالآتي الشايبة من البداية. الشايبة الشايبة مصرة على هذا الموقع وهذا المكان، أن تنتزع الناموس ومطالبة مالك الشايبة عويضة بن سهيل بن حمد العامري، وأمر مشروع لكل مشارك. المطالبة والتنافس والتبادل والتسلل في أي موقع في رياضتنا وفي انطلاقاتنا، ولكن التكتيك والتهني والمسايرة لها دور في الوقت المناسب. المركز الثاني اليذابة بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، ما شاء الله مركز بوسيف، مركز مركز في هذا المسار وبطريقة جميلة ورائعة بدون أي توامر، بعض تلقائي وذاتي على مسار هذا الشوط. المركز الثالث ياتي العيسائي وزعفرانه محمد بن علي بن مسعود العيسائي، وهناك قادم بالكيلة من الجانب الآخر ليتقدم وينافس على ناموس هذا الشوط بمقدم مملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري، وهناك أيضا تتواجد اللي هي مفاوضة وأحمد بالخزع بالهركي العامري على هذا المسار، وتواجد كذلك للفعية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، وأيضا بن طحنون مع حلوة، فهد بن طحنون الهاجري مع حلوة في المركز السادس. هذه الست المراكز الأولى المنطلقة في هذا المسار، والسبع المراكز الأولى المتقدمة. نعم، مع هذا المسار أما ثامن المراكز بنشوف فيه مقصص عبيد بن سلطان بن مرخان الكتبي، والتاسعة وصول من قبل العبية لحمد بن محمد بن حمرور العامري. يا سلام يا سلام، هذه الانطلاقة وهذا التواصل وهذا المسار الجميل، وحزام القابات الذي قادرناه، غادرناه حزام القابات، وتتغير مشاهدينا الأعزاء. ونعود إلى المراكز الأولى، إلى المراكز الأولى، ولكن ما الشايبة لا زالت، الشايبة لا زالت ما سلمت هذا الموقع. الشايبة عوض بن حمد العويض بن حمد بن سهيل العامري الذي يغمع هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني ينطلق المركز تنطلق المركز الثاني في مملكة لأحمد بن محمد بالكيل العامري على ثاني المراكز، وهناك الوصول من الفعية لبن رشيد من الجانب الآخر، تتدخل وتندفع في هذه الانطلاقات وهذا الاندفاع مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، ووصلت حلوة لفهد بن فهيد بن طحنون الهاجري. المركز الرابع والمركز الخامس وصول وقدوم من قبل العبية لحمد بن محمد بن حمرور العامري. يا سلام يا سلام، شوف هناك شعار الخيارين كذلك غادم 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 في هذا التواصل وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان اللي هي مذخورة. هذه وصلت مذخورة، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين الذي قدم مذخورة في هذا الاندفاع. شوف الانطلاق وشوف تقارب الأسماء، يدل على التنافس، يدل على الشوط النبي يحمل لنا أثاره مع إصدار الأوامر ومع الأمتار القادمة إن شاء الله. لا زالت مسيطرة مملكة لأحمد بن محمد بالكيل العامري، تقود مسار هذا الشوط وتحدياته، وتندفع بالمركز الأول بينما تليها بالمركز الثاني. تقدمت في هذه اللحظات ووصلت المركز الثاني. شوف القدوم من العبية حمد بن محمد بن حمرور العامري، تقدمت العبية والفعية. الله يا سلام، الفعية من الجانب الآخر والعبية من الجانب الدوني مع بن حمرور وبن رشيد السويدي، ولكن أهالي الدمام
ديروا بالكم من اهالي الدمام. الله يا سلام، والله وصلت حلوه حلوه. فهد بن طحنون الهاجري الذي قدم حلوه على المركز الثاني، وقدوم هناك من قبل فن الهلال بن حربي بن هلال الخيلي. وصل 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 الخيلي في هذا الاندفاع. يا سلام، وصل المطوع. يا سلام، ديمه قادمه كذلك منصور بن محمد بالويع الخيالي، واصل بالويع كذلك غادم مع التنافس ومع التحدي. شوف هذه الاسماء، وشوف هملول الصغير بن حامد الصغير بو خرايط. يا سلام يا سلام يا سلام، الصغير بن حماد بو خرايط العامري. يا سلام، غادم كذلك في هذا الاندفاع. ولكن اعود الى المركز الاول، اعود الى المركز الاول. حلوه حلوه، وهي حلوه حلوه في شكلها، حلوه في اداها وفي شعارها، وحلوه في ركضها وانتقالتها الى المركز الاول بهذا الاندفاع. فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري قدم حلوه اللي سيطرت على المقدم المركز الثاني. تاتي في مملكة احمد بن محمد بالكيل العامري على ثاني، على ثاني المراكز في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام، الامتار الاخيره عادت هنا، عادت ديمه، عادت ديمه منصور بن محمد بالويع الخيالي. الخيالي واصل الخيالي وغير الى مقدمه الشوط مع ديمه، وبالكيله كذلك، بالكيله والخيالي. يا سلام، الاثنين ما بينهم التنافس والتحدي. مملكه مملكه لاحمد بن محمد بالكيله العامري، وهناك ديمه، ديمه يا ديمه، منصور بن محمد بالويع الخيالي على المركز الاول. ديمه ومملكه، مملكة وديمة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، ولكن ديمة مسيطرة، ديمة ديمة ديمة. منصور بن محمد بالويع الخيالي على المركز الأول. أشكرك يا بالويع، أشكرك على هذا الفوز وهذا الناموس. تهانينا، يستاهل بالويع الناموس، وسلاماتنا لأهالي الخزنة، الخزنة الخزنة. منصور بن محمد بالويع الخيالي الذي يقدم ديمة على المركز الأول، وانتزاعها ناموس هذا الشوط بعد وصولها إلى خط نهاية المركز الثاني. المملكة لأحمد بن محمد بن كراز ومحمد أحمد بن محمد بالكيلة العامري المركز الثالث. وصلت فيه هملولة للصغير بن حماد بصغير بو خرايط. والمركز الرابع وصول الذيب لأحمد بن راشد لأحمد بن راشد المحرمي. والمركز الخامس هذه اللي هي مهمة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشندل. هذه النتيجة مشاهدينا المتابعين الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه ديمة مع منصور بن محمد بالويع الخيالي، قطعت المسافة في 13 دقيقة و7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني. وصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء اللي هي مملكة لأحمد بن محمد بن كراز أحمد بن محمد بالكيل العامري، المعذرة 13 دقيقة و9 ثواني و8 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث هملولة للصغير بن حماد وخرايط العامري، بنشوف توقيتها الزمني 13 دقيقة و10 ثواني وجزين من الثانية. تهانينا والناموس.